بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سوريا، وقال متحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف إن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على فاعلية عمليات القوات الجوية الفضائية الروسية لدعم تقدم الجيش السوري في الأراضي السورية وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف تطور الأحداث في سوريا بالإيجابية، ووجه باستمرار دعم القوات الروسية للجيش السوري.